نواصل إذن المقطع الثاني من كتابة معادلة التفاعل الكيميائي. إذن كيفية كتابة معادلة التفاعل الكيميائي لحمض كلور الماء مع الزنك؟ قلنا إذن دائما السؤال الذي يطرح هو اكتب معادلة التفاعل الكيميائي بالصيغة الجزيئية ثم بالصيغة الشاردية. نكتب أولا معادلة التفاعل الكيميائي بالصيغة الجزيئية. إذن لدينا HCl اللي هو حمض كلور الماء يتفاعل مع الزنك اللي هو Zn يعطي H2 اللي هو غاز الهيدروجين وكلور الزنك اللي هو ZnCl2. نعطي الحالة الفيزيائية لهذا العناصر. عندنا إذن حمض كلور الماء فهو شاردي، نكتب أكو. الزنك فهو جسم صلب، بينما الهيدروجين فهو يكون في حالة غازية، نكتب جي. وكلور الزنك فهو أيضا شاردي، محلول شاردي، إذن أكو. نوازن أولا معادلة التفاعل الكيميائي. قلنا إذن دائما نبدأ من اليسار إلى اليمين. لاحظ إذن في المتفاعلات عدد ذرات الهيدروجين ذرة واحدة، بينما في النواتج نجد عدد ذرات الهيدروجين 2. إذن نوازن الهيدروجين، نكتب إذن 2. نمر الآن إلى الصيغة الثانية اللي هي الكلور. في المتفاعلات إذن أصبحت ذرتين بعد موازنة الهيدروجين. في النواتج نجد أن Cl2، بمعنى أن المعادلة متوازنة. نمر إذن إلى الزنك Zn، ذرة واحدة في المتفاعلات وذرة واحدة في النواتج، فبذلك تكون المعادلة متوازنة. الآن كيفية كتابة معادلة التفاعل حمض كلور الماء مع الزنك بالصيغة الشاردية، عفوا بالصيغة الشاردية. إذن نكتب المعادلة على الشكل التالي بحيث تكون المعادلة متوازنة. إذن نضيف العدد 2، ثم بعد ذلك نوازن الشوارد. لدينا إذن شاردة الهيدروجين فاقدة لإلكترون، بينما شاردة الكلور فهي كاسبة لإلكترون. قلنا إذن تكون عدد الشوارد الموجبة والسالبة في المتفاعلات يساوي عدد الشوارد الموجبة والسالبة في النواتج. إذن لاحظ عدد الشوارد في المتفاعلات، الشوارد الموجبة 2 والشوارد السالبة 2. نمر الآن إلى النواتج. الشوارد الزنك 2 زائد، بينما نلاحظ الشوارد السالبة 1 شاردة واحدة. نوازن هذا. قلنا إذن فالزنك فهو فاقد لإلكترونين، بينما الكلور فهو كاسب لشحنة واحدة. إذن حتى يكون التوازن بينهما نحتاج إذن إلى شاردتين من الكلور، فبذلك إذن تكون المعادلة متوازنة. مثل ما قلنا سابقا يمكن أن نعطي المعادلة المختصرة، هذا إذا كان مطلوب. لاحظ إذن الكلور موجود في الطرفين، يمكن اختزال هذا العنصر، فبذلك نحصل على المعادلة بالصيغة الشاردية النهائية 2H زائد زائد Zn يعطي H2 و Zn2 زائد. نمر الآن إلى معادلة أخرى اللي هي تفاعل حمض كلور الماء مع الألمنيوم، أولا بالصيغة
الجزيئية. نقوم بموازنة المعادلة. إذن المعادلة تكتب بالشكل التالي: HCl زائد Al يعطينا H2 زائد AlCl 3. إذن عرفنا طريقة الموازنة. إذن موازنة هذه المعادلة تكون بالشكل التالي: لدينا إذن 6 HCl زائد 2 Al يعطي 3 H2 و 2 AlCl 3. عند حساب إذن عدد الذرات في المتفاعلات في النواتج نجد أنه متوازن أو متساوي نفس العدد. الآن نكتب هذا المعادلة أو معادلة التفاعل الكيميائي بالصيغة الشاردية. بالصيغة الشاردية تكون المعادلة بالشكل التالي. تكون المعادلة بالشكل التالي: لدينا إذن H زائد Cl ناقص، هذا إذن فهو شارد محلول شاردي، زائد Al يعطي H2 و Al3. لاحظ إذن أن الألمنيوم فهو فاقد لثلاث إلكترونات، بينما الكلور فهو كاسب لإلكترون واحد. كيف نكتب هذه المعادلة بالصيغة الشاردية؟ دائما إذا نكتب العدد أو المعامل اللي هو 6 H زائد زائد Cl ناقص و 2 Al و 3 H2 زائد 2 Al 3 زائد زائد Cl ناقص. الآن نوازن الشحنات الكهربائية الموجبة والسالبة. ننتبه جيدا، لاحظنا عدد الشحنات الكهربائية موجبة في المتفاعلات كم؟ هم 6، لدينا 6 في زيت، إذا نحصل على 6 شحنات كهربائية موجبة. في النواتج لدينا أيضا 6، 2 في 3 نحصل على 6. الآن نعود إلى المتفاعلات، عدد الشحنات السالبة 6. في النواتج إذن كم؟ لدينا إذن 2، 2 في 1. إذن للمضاعفة نكتب إذن العدد 3. كما قلنا سابقا، لاحظ أن الألمنيوم فهو فاقد إلى 3 إلكترونات، إذن يحتاج إلى 3 شوارد من الكلور حتى يتوازن. إذن فبذلك نكتب 3 Cl نقص. فبهذا تكون إذن معادلة التفاعل الكيميائي بالصيغة الشاردية على الشكل التالي. نتمنى أن نكون قد أعطينا شرح وافي لكتابة معادلات التفاعل الكيميائي، والسلام عليكم.